أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السادسة، 6th unit، الصلاة، صلاة، prayer. الوحدة السادسة، الصلاة، الدرس السادس والأربعون، الأرض، الحوار الأول، انظر واستمع وعيد. مصطفى، أين وير تصلي يو براي الصلوات الخمس five prayers أين تصلي الصلوات الخمس where do you pray the five صلاة قصي أصلي I pray أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال I pray Zuhur and Asr and Maghrib and Isha in Masjid Bilal. وَأَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرِ And where do you pray Fajr? أُصَلِّي الْفَجْرَ فِي الْبَيْتِ I pray the Fajr at home. لِمَاذَا تُصَلِّي الْفَجْرَ فِي الْبَيْتِ Why do you pray the Fajr at home? لا أسمع الأذان I don't hear the أذان هل تستيقظ متأخرا Do you wake up late نعم بعد صلاة الفجر Yes after the فجر صلاة استيقظ مبكرا Wake up early. La astati. I can't. Amalu fil layl. I work at night. Da put al munabbiha. The alarm clock. Bijanibik. Besides you. Da il munabbiha bijanibik. Put the alarm clock beside you. Hazihi, this is. Fikratun, idea. Tayyiba, good. Hazihi, fikratun, tayyiba. This is a good idea. Jazakallahu. Jazakallahu. Khairan. May Allah reward you. Good. First student, Jion Aika. Zarish. Nasreen Banu. Just. Do you hear me? Aslam, yes, sir. وعليكم السلام. So, Samia, you are first student. جی السلام علیکم سر. وعليكم السلام. Sara. السلام علیکم سر. وعليكم السلام. You are second student. Okay. كتاب الأول. الوحدة السادسة. Repeat. الصلاة الدرس السادس والأربعون الدرس السادس والأربعون الحوار الأول الحوار الأول انظر واستمع. انظر واستمع. الدرس السادس والأربعون. أين تصلي الصلوات الخمس؟ سارة repeat everything. Yes sir.
أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. أصلي الزهرة والأسرة والمغرب والإشاء في مسجد البلال. وأين تصلي الفجر؟ وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في لا الليل. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. هذه فكرة جيدة طيبة، جزاك الله خيرا. Everybody practice it. I need to type this dialogue, then I will start. Just hold for 2 minutes and read this dialogue on the screen while I type it. Okay, next student, Yasini. Do you hear me? Yes. Okay, repeat everything that you hear, okay? Yeah. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أين تصلي صلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد البلال. أين تصلي الفجر؟ وأين تصلي فجر؟ أصلي الفجر في البيت. أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي فجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، لا أعمل في الليل. أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه منبه بجانبك.
هذه فكرة طيبة. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. زاليش فردوس جيون هيكا. السلام عليكم سر. وعليكم السلام. Translate this into Arabic. Anyone translate this in Arabic? ألا تصلى تصلي؟ Sahara, can you translate it? Yes, sir. Translate it. أين تصلي صلوات الخمسة؟ Correct. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد. وأين تصلي صلاة الفجر؟ أصلي صلاة الفجر في بيت في البيت. Why do you pray Fajr at home? لماذا تصلي صلاة الفجر في البيت؟ I don't hear Adhan. لا, it'll be أسمع. لا أسمع أذان. لا أسمع الأذان. لا أوكي. أسمع أذان. أذان. Do you wake up late؟ هل no, هل أستيقظ هل أستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ؟ Okay, I'm talking to okay. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم. بعد صلاة الفجر. استيقظ 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 مبكرا. I can't. I work at night. لا أستطيع. Is it correct, sir? لا أستطيع. لا أستطيع أنا أعمل أعمل في في البيت الليل. الليل. في الليل أنا أعمل في الليل. Put the alarm clock beside you. دو المنبه بجانبك. This is a good idea. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Is may Allah reward you. Next, anyone can repeat what you hear. الوحدة السادسة الصلاة. Anyone? ظهر. No. Anyone? الوحدة السادسة الصلاة. Correct. الدرس السادس والأربعون. الدرس السادس والأربعون. المفردات. الدرس السادس والأربعون. المفردات. العرض. المفردات العرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. الظهر. 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 العصر. العصر. المغرب. المغرب.
العشاء. العشاء. وضع. وضع. So do it one by one. For example, this word by Yasini, this word by Sara, this okay, word by sir. Yasini, this word by Sara, one by one. Okay. يسمع. يسمع. يعمل. يعمل. يستطيع. استطيع. الليل. الليل. بجانبك. بجانبك. منبه. منبه. الوحدة السادسة. الوحدة السادسة. الصلاة. الصلاة. الدرس السادس والأربعون. الدرس السادس والأربعون. المفردات. المفردات. العرض. العرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. الظهر. الظهر. العصر. العصر. المغرب. المغرب. العشاء. العشاء. وضع. وضع. يسمع. يسمع. يعمل. يعمل. يستطيع. يستطيع. الليل. الليل. بجانبك. بجانبك. منبه. منبه. أجب الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. ما الصلوات الخمس؟ What are the five prayers? ياسيني. فجر، عصر، سوري، فجر، ظهر، عصر، مغرب، والعشاء. So we better use alif lam with all of them because these are definite. Al-Fajr, Al-Zuhur, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Maza yusalli Qusay fi Masjidi Bilal? What does Qusay pray in the Masjidi Bilal? Sara? Yes, sir. Huwa yusalli Al-Fajra? No. يصلي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Okay. So the question is ماذا يصلي قس في مسجد قسي في مسجد البلال. هو يصلي would be correct sir if I start the sentence. Yes. هو يصلي الفجر الأس No. الأز no sir. Look here. Al-Zuhra. Look here. Okay. Al-Zuhra. Usalli al-Zuhra. Wal-Asr. Wal-Asr. Wal-Asr.
والعشاء. والمغرب. والعشاء أوكي والعشاء. ياسيني ماذا يصلي في البيت؟ أصلي في البيت صلاة الفجر. يصلي صلاة الفجر في البيت. لماذا يصلي الفجر في البيت سارة؟ Yes, I will say يستيقظ أستاذ. يستيقظ. يستيقظ How would I say? متأخرا. Okay, يستيقظ متأخرا. يستيقظ متأخرا. Now everybody write the answers and send me on WhatsApp. الآن كلكم اكتبوا الأجوبة وارسلوا إلى الواتساب. So write these answers and send me before the next class. Okay. Anybody read this? هم يقولون. هم يأكلون. هن يكتبن. هن يكتبن. One by one. هم يأكلون. هم يقولون. هن يكتبن. البنات يكتبن. البنات يكتبن. هم يقولون. البنات يكتبن. هن يكتبن. هن يكتبن. Which option? هن يكتبن. First option. هن يكتبن. البنت تكتب. Your sound is not clear, Sada. The girl is writing. Oh, hum yaqulun. They are eating. Hum yaqulun. Number three. Fourth. Albanat. Bintu taktubu. البنات يكتبن. البنات يكتبن. البنات يكتبن. Third option. They are writing. هن يكتبن. هن يكتبن. هن يكتبن. البنات تكتب. البنت. البنت تكتب. Second option. Third, fourth option. Fourth. Fourth. هن يكتبن. They are writing. First option. هن يكتبن. البنات يكتبن. They are writing. البنات يكتبن. The girls are writing. Three. البنات يكتبن.
The girls are writing. البنت تكتب، هي تقرأ. البنت تكتبنا. The girl is writing. هي تقرأ، هي تقرأ. Second. هي تقرأ، هي تقرأ، هي تقرأ. هي تقرأ، هي تقرأ. The first option is she is reading. هو يشرب. هي تشرب. هو تشرب. هو يشرب. She is drinking. هو يشرب first. هو يشرب. She is drinking. هي تشرب. هي تشرب. هي تأكل. She is drinking. هي تأكل. وداعا. وداعا. هي تأكل. هي تأكل. وداعا. هي تأكل. The third. وداعا. She is drinking. هي تشرب. Third. هو يشرب. هو يشرب. He is drinking. Second. هو يشرب. هي تشرب. Drinking. هي تشرب. She is drinking. Second. وداعا. وداعا is goodbye. Goodbye. Second. Sandwich. هي تأكل. She is eating. هي تأكل. Third. وداعا. وداعا. شطيرة. Sandwich. هو sandwich. يشرب. Second. هو يشرب. شريطة. Sandwich first. هي تأكل. تأكل. She's eating. Second. هي تأكل. We will stop here and next time inshallah continue. Anybody, any questions? See you all next time, inshallah. Assalamu alaikum. Jazakallah, Ustad.